شكرا لكم زملائي في الاستوديو، حياكم الله متابعينا مشاهدينا الاعزاء، نرحب بكم في هذه الجوله الجميله والفقره الخاصه. اليوم جايب لكم فقره خاصه عن تغطيه مهرجان الرطب في سوق الجبيل، مع الاستاذ حامد يحدثنا اكثر عن هذا المهرجان. والاستاذ حامد طبعا المدير التنفيذي في اداره اصول، متحدثا ان شاء الله عن هذا المهرجان. السلام عليك استاذ حامد. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ طيب حياك الله. طولي بعمرك. الله يسلمك. بدايه حابين نعرف اي سنه الحين احنا في هذا المهرجان؟ طبعا هذه السنه السادسة للمهرجان في سوق الجبيل في الشارقة، وأضفنا أيضا تعتبر السنة الأولى لسوق الجبيل في الحمرية. في الحمرية عندنا المهرجانين، عندنا في الحمرية وعندنا أيضا في الشارقة. هي نعم. نعم نحن الآن في الشارقة لاحظنا السنة ما شاء الله أن غير عن السنوات الماضية. أولا المهرجان مكانه كبر، قبل كنا بين تقريبا أربع أو خمس محلات. نعم. لكن السنة ما شاء الله أشوف أنا وصلنا لغاية العشرة أو 12 محل تقريبا. السنة هذه طبعا مشاركين 10 محلات طبعا في ظل الإجراءات يعني اللي متخذينها من تباعد جسدي وهذه الأشياء، فإحنا حديناها بعشر محلات، ولا كان الإقبال أكثر من التجار على التواجد في السوق. نعم، واهتميت طبعا بتوزيع المحلات هذه. احنا مثل ما نلاحظ الان ان سابقا كانت المحلات كلها قريبه عن بعض، وكانت ايضا الساحه مثل ما اقول مليانه، لكن الان وسعتوا وايضا زدتوا عدد الطاولات للعرض، لكن بعد ما شاء الله في عندكم مساحه. طبعا في المهرجان احنا متخذين جميع الاجراءات الاحترازيه، وهذا كان السبب في ان احنا نوسع المنطقه اللي يستضيف فيها المهرجان. نعم. وطبعا الحفاظ على المسافات. أكيد. بين الاكشاك ايضا احنا لاحظنا استاذ حامد ان العام على كل محل كانوا يعني بين اربع الى خمس من الباعه، لكن الان السنه فقط اثنين، وهذه طبعا مثل ما قلت انت بسبب الاحترازات وايضا الحفاظ على سلامه العاملين وايضا المتسوقين. خبرنا نحن مثل ما قلنا السنه السادسه سنه من مهرجان رطب، كيف تلاقي الاقبال من السنوات الماضيه وهذه السنه كيف؟ بما ان احنا في ظل الجائحه الان. الحمد لله الاقبال جدا طيب، يعني مثل ما ذكرت كان في اقبال من التجار على التواجد في السوق، وايضا انا اللي عرفت انها كانت منافسه اللي يحصلون المحلات صراحه. طبعا طبعا المنافسه كانت، والحين يعني الاقبال من الجمهور ايضا يعني من خلال تواجدنا في السوق نشوف ما شاء الله في زياده من الجمهور. نعم. مقبلين على الـ على الـ على المنتجات هذه، وايضا نشوف بدات سلال هدايا تتوزع. تتوزع يعني. نعم ما شاء الله. ما شاء الله في يعني اكثر من 10 سلال، الشخص واحد ما شاء الله ياخذ 10 سلال يوزعها، فصارت يعني اقبال جدا كبير، وصار ايضا كهديه يعني التمر صار. نعم. هديه يهدى. بارك الله فيك، شكرا استاذ حامد مدير التنفيذي في اداره اصول على هذا اللقاء الجميل، وايضا عرفتنا على هذا المهرجان. حياكم الله. بارك الله فيك، شكرا. إذا مشاهدينا الأعزاء مستمرين احنا معاكم بعد هذا اللقاء الجميل مع الأستاذ حامد، نبدأ وياكم طبعا بأسعار الرطب وأنواع الرطب اللي موجودة عندنا اليوم، بداية مع أخونا محمود. السلام عليكم محمود. وعليكم السلام. تفضل يا محمود، بارك الله فيك. كيف الحال؟ الله يسلمك ما شاء الله، مبارك لكم. طبعا احنا مهرجان الرطب وانطلاقة هذا المهرجان، خبرنا عن الأنواع الموجودة بالإضافة إلى الأسعار يا أخوي محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك ومنورنا والله يعطيك العافية. الله يسلمك. هذا تمر رطب بوتشيبال. نعم. هذا نغال. هذا عماني. تمام. كم سعره بيكون ان شاء الله؟ سعره 10 دراهم الكيلو. 10 دراهم الكيلو. نعم. وعندنا النوع الثاني اسمه بوتشيبال. نعم. عماني حتى هو سعره 10 دراهم. 10 دراهم. زين هذه العلب هنا تعطينا الكرتون هذا ما عليك امر اخوي. نعم. محمود ما شاء الله يعني الشكل واللون يلفت الانظار، هذا النوع شو بارك الله؟ اخلاص ما شاء الله. وكم سعره؟ حبه كبيره. الكيلو 10. الكيلو ب10 يعني هذا الحين كم في كيلوين؟ 2 كيلو يعني ب20 درهم. نعم. بيكون عندنا هذا الصندوق الصغير مشاهدينا الاعزاء، اسعار طيبه الى الان مع اخونا محمود بين 10 الى 20 درهم. وايضا محمود خبرنا على الانواع الثانيه الموجوده بارك الله فيك انا عندك في المحل. هذا اسمه مرزبان. مرزبان. نعم. عماني الكيلو ب15 درهم. 15 درهم. رطب طيب ممتاز جدا جدا. ما شاء الله. والنوع الثاني هذا؟ هذا خلاص رنجينه. رنجينه هذا رنجينة. بالغ مستوي. اي بالغ. يعني. بالغ مستوي رنجينة. وكم طيب. سعره بعد؟ الكيلو 10 دراهم. 10 دراهم، زين. وعندنا ايضا هني شو بعد؟ هذا ابو معان. ابو معان. هذا محلي. ابو معان محلي، الكيلو منه 20 درهم. محمود الرطب المحلي اللي موجود عندنا انتاج طبعا مزارع العين، مزارع الديد، ابو ظبي. نعم. صحيح. نعم. اللي موجود عندنا. نعم. واللي متوفر منه حاليا؟ اللي متوفر هذا ابو معان. ابو معان حاليا ايه. موجود عندنا. ايه. ايه. نعم. ايضا الكيلو بكم هنا بيكون ان شاء الله؟ 20. 20. وهذه الانواع اللي فوق بارك الله فيك؟ هذا التمر اسمه الرطب اسمه طبق. هي طبق. تمام.
الكيلو منه ب 15 درهم 15 درهم وهذا عندنا هنا ما شاء الله شوفوا حجم الحب الوحده ما شاء الله وعلى 15 درهم للكيلو وهذا النوع شو اللي عندنا هنا بارك الله فيك نوع خنيزي عماني خنيزي حبه كبيره ممتازه كمان وعلى كم بعد هنا 10 دراهم على 10 على 10 وهناك شو عندنا بعد هذه الصيانه اللي فوق خلاص اللي هو هذا رنجينا رنجينا خلاص نص نص نعم وعلى كم بعد الكيلو 15 واللي فوق هناك خضراوي ولا شو نعم خضراوي على كم بعد على خضراوي من اماراتي على محلي محلي وعلى كم السعر كيلو 20 على 20 درهم نعم على 20 درهم عندنا هني بعد هذه الانواع الموجوده عند اخونا محمود شكرا محمود الله يعطيك العافيه ان شاء الله, الله يبارك التوفيق طوال فتره المهرجان ان شاء الله واحنا لنا عوده ثانيه ان شاء الله بنشوف الانواع الثانيه اللي توصل عندكم باستمرار اشكرك منورين الله, الله يسلمك شكرا الله محمود بننتقل وياكم ايضا الى محل اخر مشاهدينا الاعزاء بنشوف شو عندهم ايضا من الرطب اللي موجود او التمور اللي هنا موجود عندنا هني ما شاء الله مثل ما تشوفون ايضا نوع او انواع ثانيه من الرطب اللي موجود عندنا هني بنتعرف وياكم مع صاحب المحل السلام عليكم كيف حالك تعرفوا مني جزاك الله خير تفضل تفضل كيف حالك شو عندك من رطب ما شاء الله حاليا هذا خلاص خلاص موجود هذا خنيزي خنيزي هذا بومان بمعان بات هذا سكري ما شاء الله سكري مال العين هذا زين هذا بات هذا شيشي خضراوي نعم واللي هذاك فوق بعد شو عندك؟ هذا طبق هذا طبق وهذا شو عندنا خلاص؟ لا هذا نميشي 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 ما شاء الله وهذا شو عندك؟ هذا سلطان هذا سلطان اي نعم على كم بعد هذا؟ هذا ابوي شوي غالي هذا ها غالي هذا 40 35 40 35 ما شاء الله وهذا اللي فوق شو هنا؟ هذا خنيزي؟ بوجبال ها؟ بوجبال بوجبال انزين الحين شو الاسعار خبرنا كم يبدا السعر عندك 20 15 10 30 كم خلاص بات هذا خنيزي هذا شوي رخيص هذا. كم يطلع سعره هذا 15 خنيزي بات هذا 15 هذا لا الكيلو ولا كيلو. اقل هذه هذه العلب اللي ينباع فيها الكيلو هذه على 15 15 وهذا كم الثاني هذا هذا نص كيلو هذا هذا نص كيلو هني عندكم نص كيلو 7 ونص هذا خنيزي هذا 7 ونص 10 دراهم على حسب مشاهدينا الاعزاء الكميه اللي تبغونه بالاضافه الى الكراتين الثاني اللي فيها تقريبا ما يقارب كيلو او كيلوين وعندهم ايضا الكراتين الثاني الكبير اللي يشل تقريبا اكثر عن 5 كيلو 6 كيلو واذا بغيتوا بعد كميات كبيره عندهم البانات او الصناديق البيضاء هذه البلاستيك هذه بعد ترمون تحطون فيها الكميات اللي تبغون فيها من الرطب مشاهدينا الاعزاء، بننتقل وياكم ايضا الى محل اخر مشاهدينا الاعزاء، بنشوف وياكم اسعار الرطب اللي موجود عندنا طبعا في سوق الزبيب مثل ما تعرفون المهرجان القائم الان مشاهدينا الاعزاء، وفي عندهم ما شاء الله انواع كثيره من الرطب وايضا الايام القادمه راح تكون في كميات ثانيه موجوده وانواع مختلفه، السلام عليكم. عليكم كيف حالك بي؟ شو اسمك ما شاء الله؟ حسن. حسن حسن شو عندك من رطب انت ما شاء الله هنا في محلي عندك شو عندك هنا محلي محلي هذا مكتوم هذا اول مره يجي اي واحد هذا شو اسمه مكتوم مكتوم ما شاء الله وعلى كم بعد هذا 25 25 محلي هذا محلي هذا محلي مكتوم وهذا النوع شو هنا هذا خنيزي خنيزي كم خنيزي 15 15 زين وهذا هنا شو بعد ما شاء الله واصل هذا برحي 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 واصل البرحي بعد كم هنا البرحي هذا 25 كيلو 25 كيلو على 25 وهذاك نفس الشيء بعد برحي هذا بري ابب الحب وهني عندنا ما شاء الله على 25 ولا 15 25 25 وهذا شو هنا خلاص هذا خلاص على كم بعد خلاص على 20 درهم على 20 درهم انزين تعال هني خبرنا هذا شو اللي موجود هنا هذا نميش هذا نميشي نميش وعلى كم هذا 25 كيلو 25 محلي هذا وهذا ما شاء الله هذا خضراوي خضراوي كم هذا 25 بعد 25 تعال وياي هناك مسير فوق بارك الله فيك هذا شو عندنا هنا هذا خلاص محلي خلاص محلي ما شاء الله تبارك الرحمن وكم بعد هذا 25 25 وهذاك شو عندنا هنا هذا بومان بومعان بومعان كم بعد واصل حاليا هذا 25 25 درهم وهذا رنجينا رنجينا هذا بومان رنجينا هذا بومعان الرنجينا الرنجينا طبعا هنا يوم تسمعون الرنجينا ترى مو بنوع من انواع الرطب لكن يوم يبلغ يستوي كامل كذا مثل ما تشوفون يعني بالغه الرطبه بالغه كذا مستويه فيسوونه طبعا الحلوه اللي هي الرنجينه بالعيين شوي الطحين والسمن فتطلع لكم فيسمونها هذه الرنجينه، شكرا حسن بارك الله فيك. اذا مشاهدينا متابعين الاعزاء كنا وياكم في نقل خاص وفقره خاصه عن مهرجان الرطب المتواجد او اللي تم افتتاحه طبعا في سوق الجبيل من بدايه هذا الشهر الفضيل. وايضا كان معانا متحدثا الاستاذ حامد المدير التنفيذي في اداره اصول عن هذا المهرجان الجميل اللي امتد الى الان كمل تقريبا 6 سنوات وايضا السنه الاولى في سوق الحمريه اللي يبغى يمر ايضا الحمريه هناك عندكم مهرجان رطب متوفر وموجود فحياكم الله في سوق الجبيل في الشارجه وايضا حياكم الله في سوق الجبيل في الحمريه حياكم الله مع السلامه.